اهلا بكم في الشارع الابيض. جميل انك تكون موهوب في حاجه وشاطر فيها، والاجمل لما توظف موهبتك دي في حب حاجه انت متعلق بيها وشغوف بكل حاجه فيها وبكل حاجه تخصها. الحقيقه انه ده اللي بينطبق على بالحرف على المهندس احمد سعد، مهندس الديكور الزملكاوي الشاطر جدا اللي قرر ان هو يستغل شطارته دي في الديكور في تصميم تصور لفرع النادي الجديد في 6 اكتوبر، طبعا احد اهم الملفات المطروحه على طاوله مجلس الاداره المنتخب الجديد. تعالوا مع بعض كده نتعرف على قصه الباشمهندس احمد ونرجع لكم مره ثانيه. كلمنا عن الفكره اللي انت عملتها بقى لنادي الزمالك. الموضوع بدا ان انا كنت عامل بوابه، ديزاين لبوابه، اول مشروع عملته تطوير لبوابه نادي الزمالك، وكنت عامل يعني اخد الكونسبت بتاع الهرم، عامل البوابه على شكل هرم، يعني كان متناسب شويه مع الشكل، اكتر مع الشكل الفرعوني، ويعني ممكن اكتر مشروع يعني عملت 3 مشاريع. البوابه كانت اول حاجه، بعد كده عملت مسرح يعني كان الهدف منه يعني الصفقات الجديده ومؤتمرات، يعني عملت ديزاين برضو خدته من الكونسبت الفرعوني اللي هو من الفارس، ويعني المشروع كان انتشر جدا على السوشيال ميديا، في ناس كتير كلمتني. فعملت في الاول الفكره ان انا عملت موديل 3D للمعبد بتاع ادفو، اخترت المعبد ده عشان هو اقرب لاسوان، يعني هي جت من كونسبت ان شيكابالا من اسوان، فعملت المعبد وبعد كده يعني عملت الموديل الاول، وبعد كده بدات احوله اكنه معبد للزمالك ايام الفراعنه. الفكرة يعني أنا عملت الموديل الأول من حوالي مثلاً 4 أو 5 شهور، وما كنتش مطلعه بالشكل الحالي الموجود عليه، بس أنا كنت عندي الفكرة من وقتها إن أنا أعمل الموديل الأول وبعد كده أحوله، يعني أدخل نادي الزمالك جوه المعبد من الآخر. فالحمد لله يعني الفكرة عجبت الناس، لأن يعني أنا بصراحة الفكرة برضو كانت عشان الفرع الجديد بتاع نادي الزمالك، لأن أنا شايف إن اللوجو بتاع الزمالك مش مستخدم بطريقة يعني مش احسن حاجه في استخدامه في الديزاين بتاع النادي، لان احنا اللوجو فرعوني، فليه ما نستخدمش الجزء الفرعوني في ديزاين النادي عموما. ومشروع المسرح برضو كنت مستخدم فيه الجزء الفرعوني في الديزاين بتاع النادي برضو، لان اللوجو ملهم، يعني ملهم جدا لاي ديزاينر. لوجو الزمالك يعني يتعمل منه شغل حلو جدا خصوصا في الجزء الفرعوني. يعني انا مثلا تخيلت ان ليه ما يكونش في موديل حقيقي تمثال للفارس، يعني استغربت ان انا يعني انا ما دخلتش نادي الزمالك كتير بصراحه، بس ليه ما يكونش في موديل حقيقي او نعمل تمثال للفارس ويكون كبير جدا، يعني ويكون سنتر او في مكان في سنتر في النادي، هيكون مبهر لان الناس بتحب شكل الفارس وشكل القوس. يعني انا استغربت بصراحه من البوينت دي، بس انا بقول ان احنا الجزء الفرعوني عموما ممكن يكون مرتبط بشكل كبير مع اللوجو بتاع النادي. انا بحب كابتن ابراهيم يوسف جدا من والدي برضو، لانه كان بيحب كابتن ابراهيم يوسف، وكابتن ابراهيم يوسف كان فيه بتربطه علاقه بشيكابالا، كان دايما بيتكلم عنه، فهي جت من هنا. انا بالنسبه لي يعني المفضل شيكابالا، والدي كان ابراهيم يوسف، كابتن ابراهيم يوسف. الطبيعي ان انا والدي زملكاوي هطلع زملكاوي؟ لا، مش كده خالص. انا يعني والدي حببني في الزمالك، بس انا شايف ان جمهور الزمالك اوفى جمهور في مصر، يعني دي وجهه نظري. الزمالك مر بازمات كتير جدا سنين، وجمهور الزمالك فضل وراه، ما كناش يعني في انديه كتير انا بشوف ان لو خسر بطوله واحده الدنيا بتتقلب. لا خالص، احنا جمهور الزمالك بيحب الزمالك عشان الزمالك، عشان احنا بنحب الكره الحلوه. فاللي هو كان بالنسبه لي دايما احسن لاعب في تاريخ الكره المصريه من وجهه نظري الشخصيه هو محمود عبد العزيز شيكابالا، ما فيش نقاش يعني، واكتر موهوب يعني جواله تتدرس. يعني انا شايف ان هو اكتر نادي عليه ضغوطات في الكره المصريه، واحنا جمهوره احنا كتير جدا، فالمفروض الناس تبقى عارفه ان الزمالك ده بالنسبه لنا كل حاجه. فانا اتمنى ان الزمالك ياخد كل البطولات في كل يعني في كل الالعاب.
طبعا الحقيقة تقرير جميل جدا، فكرة جميلة جدا هايلة من الباشمهندس أحمد سعد، فكرة ان هو يفكر ويعمل بموهبته وبشطارته تصميم طبعا لفرع اكتوبر، لفرع نادي الزمالك في اكتوبر. الحقيقة انها كانت فكرة هايلة جدا، وعجبني جدا التقرير، وعجبني فكرة ان هو اصلا الفكرة جات له. محتاجين ان اي حد عنده موهبة في حاجة يقدر يفيد بيها نادي الزمالك، محتاجين ان انت تقف جنب النادي بتاعك بافكارك بموهبتك باللي تقدر تقدمه، حتى لو كانت حاجة بسيطة زي ديت وحاجة معنوية زي ديت. نشكر طبعا الباشمهندس احمد سعد على التصميم الجميل جدا اللي عمله يعني لفرع نادي في 6 اكتوبر. بنشكرك جدا على فكره التقرير الحلوه دي كمان.